عندنا يعني قالها بعض من يعني يقول شعر نبطي، خرج إلى قومه وجد بعض هؤلاء يحلق اللحى فأنشد هذه الأبيات. يقول: يا ربعنا يلي حلقتم لحاكم، يا ربعنا يعني يا قوما اللي حلقتم لحاكم، وشقومكم ترمونها في القمامة، يعني قوام الرجل اللحية لماذا ترمى مع الأوساخ؟ ذي سنة ما سنها مصطفاكم، ذروة قريش اللي رفيع مقامه عليه الصلاة والسلام. عفوا لعل الله يغفر خطاكم، وتذكروا يوم اللقاء والندام. ذي نصيحة قلتها أو قلتها إن كان ربي هداكم، قلتها يا الربع، ومع السلامة.